سعدين حبيبي، حياك يا رب. ترى انا ما نزلتك السوبر ماركت الا عندنا ثقه فيك انك انت رجل حكيم وعاقل. اي هذا انا قاعد اجيب شيء، بس اجيب شيء حق ايش؟ ذا الطماطم تطبخ حق عشيره انت؟ هو ذا قال بيطبخ، يقول يوم لازم بيحرقها طماطم. شو اسوي طبخه جديده ذي؟ شو اسوي انا؟ شنو يا عمي بعلي الطبخه الجديده ذي؟ طبخه جديده مقلوبه بنسوي اليوم. مقلوبه تبي لها صندوق طماط؟ استقبل استقبل. ايش ماخذ ذا؟ شنو ذا؟ مستيب عشيش دخلكم انت؟ الله بتلاش تبكى بس مش الله العظيم شلون انت كذا؟ يعني الواحد مشتهي الشيء ذا يوم. اي بس مو بلاك ابو علي ذا الحاج. انا روحي اوصل البيت بوصل بباتم من ذا. اكل اكل عليك. ذكر الله انه صدق مشكله ذا. اقول اسكت اسكت. زين اسعد لك انا. يلا يلا خلنا نتهوش بالباص. تهوش. امبارح نازلين نفس البقالة، والله العظيم نسخ ونفس الترتيب ونفس كل شيء. الحين الساعة كان الساعة 7 شو؟ دقيقة دقيقة بدها. البص ما يمشي. لا لا جد جد جد. والله العظيم نازل الساعة 10 شلون؟ من اللي نزل معاك البقالة؟ والله العظيم اني نازل انا وحمادة. عشان نجيب حمادة. في واحد ثاني وين وين؟ سحر. في واحد كان كبير شوي. خوي بالدوام. والله؟ يا رجال البارح جايين هسه شو السالفه من وين؟ سالفه بصراحه لا يكون يمشي على نفس الطريق ويرجع. بس اخذت الخريطه رجعت هنا بصراحه، رجعت يعني ما لقيت محل ثاني، رجعت الخريطه هنا وجيت عند الرجال هنا واخذنا اللي نبي. ما فهمت ايش دخلك انت؟ لان اللي دخلني احنا راقدين احنا في المحطه. لون ما كان يمشي والله ما ادري ايش السالفه، والله ما ادري انا.